إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سكري الأطفال. يعتبر المرض في معظم وجوهها حالة قدرية لا نملك دفعها عن أنفسنا أو عمن حولنا. وطبعا الداء السكري هو أحد هذه الأمراض التي قد تشكل للمصاب ولمن حوله ما يشبه الأزمة، تجعلهم في حالة استنفار دائم لما يتطلبه هذا المرض من متابعة دورية ومراقبة دقيقة ونظام غذائي صارم. وإذا كان الحديث عن سكري الأطفال فلابد هنا من الأخذ بجملة من الاحتياطات التي تمكن الأهل من إحكام المراقبة وتنظيم الحياة اليومية للطفل بالشكل الذي يشعره بأنه لا يختلف في شيء عن أبناء الآخرين أو أبناء جيله، وأن عليه التأقلم مع هذا المرض وتقوية عزيمته للتعايش معه. أيضا راح نتكلم عن بعض الأشياء المهمة. ينشأ مرض السكري نتيجة تعرض خلايا البنكرياس لبعض الضرر، فتعجز عن تأدية عملها من إنتاج الأنسولين الذي يحتاج إليه الجسم لإدخال الكولوكوز أو السكر إلى هذه الخلايا. وأيضا يتم إدخال هذه المواد السكرية إلى الخلايا ومدها بالطاقة المحولة من الطعام، ومن ثم القيام بوظائفها الأخرى على أكمل وجه. وهذه المواد لا تدخل في الخلايا إلا بسبب عمل البنكرياس بشكل منتظم وعملي وعدم عجزه في أداء أي وظيفة من وظائف الجسم. أيضا راح نتكلم في أشياء كثيرة في هذا الموضوع، راح أتركها للمواضيع القادمة إن شاء الله. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.